السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كلمة فاصلة. زي ما عودنا حضراتكم على إن إحنا دايما بنقدم معلومات تهم مشاهديني ومتابعيني. النهاردة حلقتي دسمة بالمعلومات بأمر الله، على قد ما نقدر نكتسب أو أملى معلومات الحلقة النهاردة من الضيفة اللي معانا ومشرفانا النهاردة. قبل طبعا ما اتكلم او ارحب بضيفتي اللي مشرفاني، هتكلم بس حاجه بسيطه جدا عن مرضى السمنه اللي هي الحلقه المخصصه ليهم. مرضى السمنه المفروض ان احنا بنهتم بنفسنا، وقدمنا حاجات قبل كده عن اهتمام التجميل وما يخص التجميل. النهارده هنتكلم عن ما يخص رشاقتك او صحتك بمعنى اصح. اهتمي بصحتك او برشاقتك عشان صحتك فيما بعد، مش شرط عشان خاطر ان احنا انه بقى شكل فقط، لا، خصوص نهتم بالتخسيس عشان صحتنا اكتر من ان يكون شكلنا حلو. طبعا ارحب بضيفي وضيفه حلقتنا اللي هنكتسب منها معلومات النهارده. معانا اخصائيه تغذيه علاجيه وسمنه ونحافه، حاصله على البورد الامريكي من الجامعه الامريكيه، دبلومه سمنه ونحافه من جامعه عين شمس، الدكتورة هدى حسين. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. في البداية دكتور، زي ما قلت لحضرتك او زي ما حضرتك كده سمعتيني بقول لمشاهديني، مشكلة السمنة او مشكلة مرض السمنة ان هو معظمه دلوقتي او بقى اكتر على جميع الناس دلوقتي، بقى وزنها زايد كتير وناس كتير. تمام، امتى نلجأ لقوابح الشهية؟ اولا هو مرض السمنه دلوقتي منتشر في عصرنا. ليه؟ احنا عندنا متغيرات عصر كتير جدا، تقدم التكنولوجيا للاسف زي ما هو ليه ايجابيات ليه سلبيات كتير جدا. بقى في ناس كتير قوي شغلها كله معتمد ان هي قاعده طول الوقت ما بتتحركش، فطبعا ده بيؤدي للسمنه. حتى لو هي اكلها مش كتير فهي برضو جسمها بيزيد بسبب ان هي عدم الحركه. تمام. امتى الجا لقوابح الشهيه؟ انا بلجا لها لما افشل ان انا اعرف اعمل دايت لوحدي. تمام. بلجأ لها ليه؟ لان اولا مشكله مريض السمنه ان هو يتحكم في شهيته، يعرف يتحكم في اكله، دي رقم واحد عنده ان هو يقدر يتحكم في شهيته. تمام. بلجأ لها ليه؟ لاني بفشل خلاص، ما بعرفش ان انا يعني اخس لوحدي، خلاص بوصل لمرحله ان انا عديت معدل سمنه كبير اللي هو المفروض ان هو البي ام اي، لما بيعدي معدل كتله الجسم رقم معين بنحسبه الطول على مربع الوزن في 2. تمام، دي طريقه وزن دي بتحسب بيها بيطلع معدل كتله الجسم من 18 ل 24، هو جسم مثالي من 24 ل 28 المفروض ان هو بدايه سمنه، وبعدين سمنه درجه اولى، سمنه درجه ثانيه، سمنه درجه ثالثه. طبعا كل واحده فيهم ليها يعني طريقتها في العلاج. تمام. لما الوزن بيكون زايد يعني بتبقى المشكله بسيطه، مش اي وقت او مش اي جسم بيناسب معاه ادويه او بيناسب معاه دايت الكلام ده، لا، في فرق ما بين كل وزن طبعا ودرجه اولى ودرجه ثانيه، في فرق بين كل وزن، في فرق بين كل لايف ستايل كل واحد. يعني انا ممكن يكون طبيعه شغلي ان انا حد بيتحرك كتير جدا، فطول الوقت خلاص ماشي تمام، مجرد ان انا اتحكمت في شهياتي خلاص تمام، انا عندي الحرق كويس جدا لان انا شخص بيتحرك كويس. لو ما عنديش مشاكل تانية، لو ما عنديش مثلا نقص في فيتامين د، لو ما عنديش مشكله في الغده الدرقيه تمام، ممكن هخس كويس جدا مجرد ان انا نظمت اكلي. تمام. امتى بلجا لقوابح شهيه؟ زي ما قلت لما بنفشل ان احنا نخس لوحدنا. تمام. يعني بنلجا ليها لما بيعتبر خلاص انا ما عنديش اراده، ان مش عارف اتحكم في نفسي، عايزه اخس بس مش عارف. طب بعمل دايت طول النهار وطول الليل خلاص، يعني بضيع كل اللي عملته. دي للاسف مشكله كل المصريين للاسف. يعني كل مشكلتنا كلها كده. طيب دكتور، بيبقى في برضو من الناس، مجموعه من الناس يعني بتبقى ما بيبقاش مشكلتها قفل الشهيه، بتعمل دايت الكلام ده كله برضو بتفضل ثابته على وزنها او ما بتخسش. تمام. ده بيبقى مشكلته او الحل معاه ايه؟ اولا احنا بنرجع في يعني في الفتره دي لما انا اكون خلاص عامل دايت تمام كويس جدا ومش عارف ان انا اخس، بضطر ارجع للفات بيرنر. تمام. علشان خاطر اعلي معايا معدل التمثيل الغذائي. تمام. امتى اقدر احدد ان الشخص دوت محتاج ان هو يلجا لحوارق الدهون؟ لما بينتظم على الدايت لمده اسبوع والاقي النتيجه
ربع كيلو، نص كيلو، تمام، بتبقى النتيجة ضعيفة جدا جدا، ومفيش يعني بيجيله حالة إحباط ويأس، بضطر أدخله حاجة خارجية عشان خاطر تساعده ويقدر إن هو يكمل. تمام. أكتر حاجة دلوقتي تعتبر عاملة طفرة في مجال التخسيس كله المنتج الجديد لشركة سيرمو ميجا. لا ما انا ده قصه تانية، ده انا عايزه اكلم حضرتك عنه برضو. تمام. وعايزه حضرتك تكلميني عن المنتج الفعال فيه، وعايزه حضرتك تعرفينه الفعاليه بالنسبه للجسم ايه، وعن المنتج بشكل عام برضو. المنتج بشكل عام هو اعتماده على الراسبري كيتون، تمام، المعروفه في حرق الدهون او زياده معدل حرق الدهون في الجسم بطريقه امنه جدا وفعاله جدا من غير اي مشاكل. تمام. بلجأ ليها لما اكون خلاص فشلت كتير قوي ان انا اعرف اخس لوحدي. هي بتدخل معايا يعني بمعدلات ممتازه جدا، في يعني ليها تجارب فظيعه جدا في خلال اسبوع ظهرت، يعني ما شاء الله خلال اسبوع ظهر معايا نتائج ممتازه جدا. ناس كانت يعني فشلت. بيناسب جميع الاجسام يا دكتور او بيناسب جميع الاجسام وما فيش اي مشاكل منه، حتى المرضى الضغط والسكر، ومناسب لاطفال من 13 سنه. تمام. مكوناته هتلاقي هي رقم واحد الراسبري كيتون، تمام، وكمان الجرين تي والجرين كافي، تمام، والقرفة. يعني تقريبا دي من افضل الانواع اللي بتبدا تشتغل على حرق الدهون، القرفة اللي حضرتك بالظبط كده. هي النقط هي بتعمل ايه؟ بتدخل تعلي معايا معدل تمثيل غذائي، تبدا تعمل خلل الخلايا الدهنيه، تحولها من خلايا ثلاثيه الدهون لخلايا احاديه. تمام. تبدا الجسم يصرفها بسهوله جدا ومن غير اي مشاكل، والجسم بيتخلص منها عن طريق الجهاز الليمفاوي. تمام. الشركة منزلة لينا 2 فليفر، واحد بطعم الباشون فروت. توريهم لي وتوريهم لمشاهدينا برضو. ده الباشون فروت. طب يا دكتور، في ناس كتير تخاف تلجأ تقولك انا ما احبش، انا عايزة اخس هلجأ للدايت او هعمل دايت، اي وسيلة من الوسائل دي. طيب امتى يلجأوا لمنتج من غير قلق او خوف؟ حضرتك تقولي لهم ايه عشان تطمنيهم؟ عشان خاطر اطمنهم، هو يعني في شركه ماكس فيت الامريكيه، دي ثوره تكنولوجيه جديده في عالم التخسيس، دي اول شركه تدخل جذور اليوكا في المنتج بتاعها. تمام. جذور اليوكا دي معروفه بان هي فيها مضادات اكسده، تمام، غنيه بالمغنيسيوم، فيها فيتامين د، فيها فيتامين ب، تمام، فيها يعني فيتامين كتير جدا. تمام. بيزود معايا معدل التمثيل الغذائي، تمام، بيرفع معايا معدل الميتابوليزم، واهم حاجه ان هو بيزود معايا ان انا اخليه يحس ان هو شبعان. انا لما احس ان مريض السمنة خلاص شبعان وحاسس ان هو عنده امتلاء في معدته، ان هي بتعمل اصلا زي فايبرز في المعده، تمام، تحسسه بانه شبعان بالظبط كده، بدون اي عوامل ان هو يكون في مشكله فيها مثلا كيميكال او في اي حاجه خارجيه ان هي تكون تضر الجسم. تمام. بنلجا ليها لما يكون خلاص هو خلاص فشل مش قادر، يعني دي بديل العمليه الجراحيه. تمام. بدل ما نلجا العمليه الجراحيه احنا بنلجا للافات بيرنر. يعني يا دكتور، مش زي ما منتشر في السوق حاليا يقولوا لك ان معظم الادويه بتعمل امراض، بتعمل سلبيات، بتعمل هكذا وهكذا وهكذا. لا، احنا بنقول لهم من خلال برنامجنا ان لا، في منتجات بتشتغل على الاجسام بامان بدون اي ضرر. بالظبط كده. انا عندي المكونات الموجوده على يعني بتبقى موجوده على المنتج، انا بشوفها مكونات جرين تي، جرين كافي، تمام، حاجات بتبقى فيها يعني اللي هي اعشاب طبيعيه جدا، نباتات طبيعيه جدا، بس انا ما ينفعش مثلا في ناس تقول لي ايه، طب ما انا ممكن اجيب الشاي الاخضر واخس. طريقه التحضير او الكميات، انا محتاج يعني انا بالنسبه لي انا محتاج علشان خاطر اقدر ازود معدل الحرق، المفروض ان انا محتاج مثلا اشرب 80 كوبايه جرين تي في صورتها كده، وطبعا ده غلط جدا. لا طبعا، يعني انا باخد منها تركيز معين، تمام، بيبقى اول كل مكون للمنتج باخد منه تركيز معين علشان خاطر اقدر ان انا اطلع منتج في النهايه هو منتج امن جدا، منتج فيه كل المكونات اللي انا جسمي محتاجها. تمام. يعني انا عندي الكروميوم ده
ممتاز جدا ان انا بزود في معدل الحرق لما بيدخل بيكون موجود في المنتج ده، بيكون يعني عامل مهم جدا معايا تمام، او ماده مهمه جدا معايا في المنتج، بيزود معايا التمثيل الغذائي تمام. برضو بيحتوي على فيتامين بي 12 وبيحتوي على فيتامين د، وفي كمان مضادات اكسده برضو. هتلاقي كل الفات بيرنر فيها اهم حاجه ان انا يبقى عندي مضادات اكسده تمام، لانها كمان معايا بتحافظ على الشعر وعلى بشرتي تمام. يعني وانا بخس الشركات بيعالج بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده. يعني اهم حاجه ان هو بيعالج كمان معايا بشره وبيعالج معايا شعر، يعني لو انا عندي مشكله تمام بيساعدني كمان كتير جدا ان انا ازود معدل شرب الميه. والله يعني بمناسبه ان حضرتك اتكلمتي على موضوع الشعر والبشره، انا كنت لسه بالفعل هقول لحضرتك طيب هل المنتج بيشتغل مع حرق الدهون والتخسيس والكلام ده بس، وموضوع حته البشره والشعر زي ما حضرتك قلتي بيضروا في كده، فحضرتك اجبتينا عن ده. طيب بالنسبه للمنتج الثاني اللي هو اسمه ايه يا دكتور؟ المنتج الثاني ميجا ميتابولازم، ده احنا اتكلمنا عنه عن فعالياته، حضرتك قلتي ان بيبقى مكتوب على المنتج المكونات بتاعته بس سر التركيبه بس بمعنى اصح بالظبط كده. يعني انا عشان خاطر ابني عضلات انا محتاجه اكل مثلا كل يوم 5 كيلو لحمه عشان خاطر اخد البروتين اللي طالع من اللحمه دي عشان خاطر ابني عضله. لا هي بتتم بطريقه تانية خالص، انا علشان خاطر يعني يعني اعرف ان انا انزل منتج زي دوت عشان خاطر يزود معايا معدل الحرق، علشان خاطر كمان في بقى يعني مفاجاه فظيعه في المنتج دوت ان هو بيحفز معايا الستايتي هرمون تمام. ده بيحفز معايا هرمون الشبع، دي اول مره يعني تكون موجوده في نقط حرق ان هو كمان يحفز معايا هرمون الشبع. حلو قوي. يعني هو بيرفع معايا معدل التمثيل الغذائي وكمان بيركز معايا على هرمون الشبع تمام. دي ناس كتير جدا اللي ما بتحبش التابلت، انا مش عاوزه يعني في ناس بتقول لا انا مش بعرف ابلع كبسوله ما بقدرش. فده يعني غير ان هو بقى طعمه حلو كمان، لان الطعم حلو او الريحه الحلوه دايما بتدي شعور بالسعاده أكيد. فدي كمان حاجه يعني شركه سيرمو ميجا ما شاء الله يعني خدت بالها منها كويس جدا، لان في ناس بالنسبه لها لما بتحس ان الطعم مش حلو تقدرش تكمل. انا وانا كبيره اهو لو الطعم الدواء بالظبط كده حسيتي ان الدواء طعمه مش حلو بتحسي ان انت حتى مش قادره تكملي او مش عارفه ان انت يعني يعني خلاص يعني مش هقدر اكمل يعني خلاص نفسي قفلت يعني منه. بالظبط كده نفسي قفلت منه فمش قادره. بالعكس لا هم خدوا بالهم من النقطه دي كويس جدا. حلو دي حاجه ممتازه جدا في الشركه دي، يعني بتاخد بالها قوي من الموضوع دوت ان هي بتحب دايما تخلي العميل عنده تحفيز دائم ان هو يكمل يوصل يعني نهايه رحلته، مش عايزاه يقف في النص. طب طريقه استخدامه يا دكتور؟ طريقه استخدامه هي بتكون مختلفه على حسب كل شخص والتاني، بس احنا بناخد منه 2 مللي في اليوم. يعني مثلا لو وزن 75 كيلو تمام وطول 158 يبقى طريقه الاستخدام ازاي؟ يعني بتكون قبل الفطار بساعه بناخد 20 نقطه وقبل الغداء بساعه بناخد 20 نقطه تمام. بنشربها على ايه؟ اسهل حاجه بنشربها على ميه. ما بتغيرش طعم الميه يا دكتور؟ بالعكس طعمها حلو. طيب يعني طعمها يعني طعمها لذيذ، يعني طعمها مش هتحسي معاه ان انت حاسه ان لا مش عايزه ياخد، لا بالعكس يعني تحب يعني بتتحب. طب ليه المنتج طالع بشكلين او بلونين يا دكتور؟ فليفر فليفر مختلف، باشون فروت والتفاح الاخضر والقرفه. طب استاذن حضرتك برضو وشهم للكاميرا برضو بحيث ان المشاهد يبقى عارف المنتج اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ده بالنسبه للمنتج اللي احنا بنتكلم عليه حاليا. طيب بالنسبه للمنتج اللي هو ماكسيفيت، هل ماكسيفيت مناسب لكل الحالات في التخسيس برضو يا دكتور ولا بيبقى بيختلف؟ لا على حسب الحاله. ازاي؟ يعني بتكون في بعض الامراض مش بقدر ان انا اديها طبعا تمام. بيكون عندها مشاكل صحيه بتمنع ان هي تاخد مش الماكس فيد بس، لا ممنوع ان هي تاخد اي فات بيرنر تمام. يعني بتبقى ليها حاجات معينه تانية ان انا يعني بتمشي بقى على دايت ونظام معين، دي للاسف ما بقدرش ان انا اتعامل معاها في يعني في النقطه ديت تمام. بنتعامل معاها بنظام غذائي تمام ونزود عشان الحاله الصحيه بالظبط كده. الحاله الصحيه هي
اللي بتكون هي يعني بتحكمني في الماكس فيت او في اي فات بيرنر تاني. تمام. الماكس فيت هو يعني انتاج شركه بايو بيك الامريكيه. تمام. المنتج ده يعني انا زي ما قلت هو ثوره تكنولوجيه بسبب ان هم اول شركه في الشرق الاوسط تنزل المنتج في جذور اليوكا. تمام. دي اول مره منتج تخسيس ينزل بالماده ديت. تمام. زي ما قلت هو نبات غني بالانتي اوكسيدنت. في كمان هو كمان مصدر يعني كامل للكارب. تمام. استاذ حضرتك برضو صوره المنتج بحيث ان المشاهد ما يتوهش مننا ما بين المنتجات. ميرسي دكتور. اتفضلي. ايوه تمام. الماكس فيت هو بيحتوي على 2 برطمان. تمام. برطمان فيه 32 كبسوله. دي بتكون اللي هي بتعزز معايا الشبع. يعني دي بتديني احساس ان انا شبعانه معدتي مش لا انا خلاص مش عايزه اكل. تمام. طبعا من غير ان هو بيشتغل على المخ او الكلام ده كله، لا هو شغله كله على المعده. انا بحفز الساتايتي هرمون علشان خاطر يديني احساس بالامتلاء، فابتدي احس ان انا مش جعانه. دي اول مرحله من مراحل الالتزام ان انا اخس. تمام. تمام. لان هي مشكله معظم مرضى السمنه الشهيه، صح كده؟ هو انا رقم واحد الاراده. انا لو جالي اراده ان انا اعرف ابطل اكل خلاص الموضوع يتحل بنسبه 70%. مش هقول لك بنسبه 100%، لان في ناس كتير جدا عندها مشاكل بتبقى ملتزمه جدا بس للاسف عندها مشاكل بتمنعها ان هي تخس مع الالتزام. في الهرمونات الخاصه بالجسم بالظبط كده، في مشاكل في الغده الدرقيه، في مشاكل في نقص فيتامين د، المشاكل دي كلها طبعا بتقلل طبعا جدا نسب النزول كتير قوي. يعني للاسف طبعا دول بيصابوا بالاحباط، بس سيرموميجا بتقوم بالدور دوت. تمام. بتحل لهم المشكله دي. تمام. او ميجا ميتابوليزم. تمام. تمام. الماكس فيت في بقى برطمان تاني ده جواه نقط حرق برضو بخلاصة القهوة الخضراء. في واحد نقط وواحد اللي هو الكبسولات. بالظبط كده. احنا يعني منتج متكامل. تمام. هنتكلم حاليا لحضرتك هتتكلمي عن النقط. النقط. تمام. بخلاصة القهوة الخضراء. تمام. طعمها شبيه شوية للنسكافيه لانها بطعم الموكا. طعمها حلوة. ده دي حلوة للناس اللي بتحب كمان المشروبات. بتبقى ممتازة جدا. هي بتدي باور مش طبيعي. حلو. بتديني باور حلو قوي، بيخليني لو انا مثلا مكسله انزل الجيم لا هنزل الجيم. يعني مش زي المنتجات يا دكتور اللي بتعمل خمول في الاعصاب. لا احنا بقى عندنا العكس. يعني بايو بيك عندها العكس تماما. لا هي مش بتديكي، هي بتديكي الباور، بتديكي الطاقه اللي تخليكي لا انا خلاص، انا خلاص قررت ان انا اخد الموضوع جدي. بتدي نشاط للجسم. يعني عندي نشاط، بزود تمثيل غذائي، شبعان. الثلاث نقط دول عندي خلاص. انا خلاص يعني هو مثلث للتخسيس. شبع، حركه، رفع تمثيل غذائي. تمام. تمام. طيب في نهايه حلقتنا يا دكتوره عايزه حضرتك برضو تدي شويه نصائح كده سريعه لمرضى السمنه يمشوا عليها مؤقتا لحد ما يفكروا ويشوفوا الصح، او يشوفوا المعلومات اللي احنا قدمناها عن المنتجات ويفكروا ياخدوا الخطوه دي. واحنا اكيد حضرتك طمنتيهم، اديهم نصائح سريعه كده يا دكتور. اول حاجه لازم تصحوا من النوم بدري. تفطروا. تمام. الفطار هو الوقود الحرارك للجسم. دي اهم نقطه. يعني دي يعني مش عايزه اقول لك ان هي مثلا اهم حاجه في بدايه ان انا اعرف اخس صح. تمام. ان انا اشرب ميه كويس جدا، اشرب 3 لتر ميه في اليوم، دي حاجه مهمه جدا. احاول على قد ما اقدر اقلل جانك فود والفاست فود. تمام. طبق السلطه ده اساسي معايا كل يوم على الغداء، وجبه الغداء. تمام. قبل ما انام بثلاث ساعات خلاص امنع اكل خالص. الناس اللي شغلها بيبقى بالليل وبتنام طول النهار، ده طبعا على قد ما بنقدر بنحاول نظبط لهم حاجه تانية خالص غير الناس اللي حياتها طبيعيه، لان دول بتبقى للاسف حياتهم مش طبيعيه. نظام تخسيس عندهم اصعب شويه، بس طبعا مش بنسيبهم. بنعمل لكل واحد على حسب حياته اللايف ستايل بتاعه الخطه اللي يقدر يمشي عليها علشان خاطر يقدر يخس. تمام. شرفتيني يا دكتور، وان شاء الله اقدر افيد المشاهد في حلقات شرفينا فيها تاني نتكلم فيها اكتر بشكل اكبر واوسع باذن الله. شرفتيني ونورتي الاستوديو يا دكتور. للاسف وقت حلقتي خلص. طبعا مرضى التخسيس يا رب يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه دي زي ما انا شخصيا استفدت منها.
اللي عنده أي سؤال أرقام الدكتورة بتبقى متواجدة على الشاشة. تفضلوا مشكورين تتصلوا بيها وتسألوها بعد إذنك يا دكتور طبعا. أكيد طبعا. في أي سؤال حابين تسألوا فيه مرضى السمنة دكتورة هدى حسين معاكم. أتمنى 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 ما تستنوش لحد ما زيادة الوزن تخليكوا تيجوا في اللحظة اللي تقولوا فيها عايزين نخس بقى وندور إمتى نخس. هتلاقوا نفسيكوا بتعالجوا الامراض التانيه، هتلاقوا نفسيكوا سبتوا موضوع الاساسي التخسيس اللي هيخلي الصحه تتدهور. للاسف وقتها حلقتي خلص. تابعوني في الاسبوع الجاي بنفس الميعاد ان شاء الله على صفحه البرنامج وعلى قناه البرنامج كلمه فصفى. الى اللقاء.